اهلا بيكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. هنبدا مع بعض اول منهج شهر ابريل بامر الله من اول يونت 9. اول درس بيتكلم عن in the kitchen. in the kitchen معناها في المطبخ. هنشوف ايه اللي بيدور او الحوار ما بين مين. ناخد مع بعض الاول كلمات الدرس. كلمات hungry, to, chocolate chip cookie, snack, kitchen, strawberry, ice cream, cake, cereal, vegetables, want, like, have, find. ودي الكلمات المكررة علينا في الدرس دوت. نقولهم كمان مع بعض. hungry, to, chocolate chip cookie, snack, kitchen, strawberry, ice cream, cake, cereal, vegetables, want, like, have, find. ودي الكلمات. نيجي بقى لتعبيرات والحروف الجر. لما احب اقول انا ايضا او انا كمان نقولها me too. me بينكم مع السطر وبعدين كلمة to اللي هي دبل او معناها ايضا. طيب لما نيجي نقول لحد يلا نعمل كذا او هيا او دعنا نعمل كذا. let's وبعديها المصدر. let's have a snack. let's eat. let's clean. let's وبعديها المصدر معناها هيا بنا. لما نيجي نحب نسأل حد نقول له هل تريد كذا نقول له do you want ونقول اسم الحاجة do you want. طيب حد ما بيحبش حاجة يقول I don't like. I don't like ويقول اسم الحاجة. طيب لما نيجي نقول لحد ايه رأيك في كذا او اجيب لك كذا نقول what about. what about ونقول اسم الحاجة بعديها. طيب حاجة احنا بنحبها نقول that sounds good. that sounds good. sounds هنا معناها تبدو وgood يعني جيدا يعني هذا يبدو جيدا. تعال نشوف بقى الكلمات ال read and circle the odd one. عندنا peach, strawberry, orange, banana. بقى اللي مختلف هنا peach لانه كلهم فواكه. cookies, cake, park, ice cream. في عندنا هنا اكل cookies والكيك والآيس كريم يبقى المختلفة بارك. like, strawberry, want, find. طبعا المختلفة هنا تبقى strawberry لأنه كلهم أفعال. chocolate, hungry, thirsty, hot. مختلفة هنا تبقى chocolate لأنه كلهم صفات. الديالوج بيدور في المكان بتاعه in the kitchen وما بين منى وكريم. الموضوع بيتكلم عن منى and كريم are in the kitchen. they are hungry and they want to have something. هم عايزين ياكلوا حاجة وما دخلوا المطبخ عشان جعانين وعايزين ياكلوا حاجة. كريم قال I'm hungry أنا جوعان. منى قالت me too أنا كمان. let's have a snack هيا نتناول وجبة خفيفة. منى قالت do you want a chocolate chip cookie أجيب لك رقائق البسكوت المحلى بالشوكولاتة. قال لها No thanks, I don't like cookies. أنا ما بحبش الكوكيز. قامت منى قايله له What about some strawberry ice cream? أجيب لك آيس كريم بالفراولة. لا عم that sounds good. الله هذا يبدو جيدا. الام ديت معناها يعني زي ما احنا بنقول عم طعمه جميل أو حاجة شهية أو طعمها كويس. زي ما احنا بنقولها برضو معناها دي لما بتعبر عن ان احنا الحاجة دي احنا بنحبها. What about some strawberry ice cream? That sounds good. لما نحب نقدم اقتراح لحد او نقترح على حد حاجة نقول له what about. What about زائد بيجي وراها noun. طب لو ما فيش noun بيبقى verb ing. What about some ice cream? ايه رأيك في الايس كريم؟ That sounds good. يبدو جيدا. لو احنا هنوافق على الحاجة اللي حد بيقترحها علينا نقول that sounds good. طب لو انا الحاجة اللي بيقول لي عليها ده انا مش حاببها او انا ما بحبهاش هيقول I don't like it. I don't like it انا مش بحبها. يبقى لما نيجي نقترح على حد حاجة نقول what about. او خدنا قبل كده برضو let's للاقتراح برضو بس بيجي وراها المصدر. what about بقى بيجي وراها noun or verb ing او gerund اللي هو فعل زائد بلاس الـ ing. دايما بيبقى في ديالوج جانبي صغير
بالإضافة للديالوج الكبير، الديالوج بيتكلم عن ما بين مع سكر وسكرة، سكرة بتقول hey don't do that، لا تفعل هذا، سكر قال لها what، don't drop litter use the bin، ترميش ورق على الأرض استخدم السلة، سكر قال لها okay sorry، what did سكرة find، سكرة وجدت ايه، سكرة found some jam. ده الحوار الجانبي. تعالوا بقى نحل الاكسرسايز دوت على الدرس. choose let's to the park، احنا متفقين ان let's معناها هي بنا وبيجي بعديها المصدر، المصدر يعني الفعل من غير اي اضافات، يعني ما ينفعش going، ما ينفعش goes، ما ينفعش to go، يبقى الاجابة صح هنا let's go. number 2 I'm hungry let's have a، مفروض let's have a snack، فين كلمة snack وجبة خفيفة اللي هي number A. طبعا التانية سناك اللي هي ثعبان، سنو يعني جليد، طب يعني اعلى. I like cookies I don't like cookies. I طبعا I like النفي بتاعها I don't like. don't a litter don't drop litter، لا ترمي الكمامة، don't drop litter، تنفعش play، ما تنفعش eat، ما تنفعش clean. read and write true or false. I can see two girls. في two girls هنا false. There is an umbrella. العربية فيها umbrella من فوق true. The boy wants ice cream. الولد رايح يشتري ice cream true. The boy is playing football. الولد بيلعب كرة قدم false.